دلوقتي هنتوجه مع حضراتكم إلى مدينة كفر الدوار. هنزور مصنع سانتانا للملابس الجاهزة اللي أسس هذا المصنع العظيم السيد أحمد فوزي، وهو أحد خبراء الملابس الجاهزة. وخلي بال حضراتكم ده بيصنع ملابس للعديد من العلامات التجارية الشهيرة في السوق المحلي. خليكم معنا. صناعة الملابس الجاهزة دايماً وشها حلو على أصحابها، وخصوصاً لو عندهم القدرة على الإبداع والابتكار وبيختاروا أفضل خامات لمنتجاتهم وبيهتموا بالتفنيش، يعني الحتة تطلع من غير ولا غلطة. من حوالي 28 سنة بدأت قصة نجاح واحد من الجدعان في صناعة الملابس الجاهزة، اسمه أحمد فوزي، وهو مؤسس مصانع سانتانا في مدينة كفر الدوار. كانت معركته الكبرى مع والده اللي كان عايزه يشتغل معاه في قطاع المقاولات، وشايف انه مهما نجح في صناعة الملابس الجاهزة مش هيبقى أكتر من ترزي. أحمد فوزي أصر يكمل حلمه، هو بيحب الموضة والأزياء والتصميم، وبعد مشوار طويل جداً بقى النهاردة صاحب علامة تجارية ليها شنة ورنة في قطاع الملابس المنسوجة زي البنطلون والقميص والبلطو والجاكيت والملابس الدائرية يعني التيشيرت والسويت شيرت وغيرها، وكمان الجنس، وبيصنع لأهم العلامات التجارية في مصر المتخصصة في الملابس الجاهزة. وبالمناسبة أحمد فوزي بيصدر سانتانا لأمريكا وفرنسا ودول عربية. وخلي بال حضراتكم نجاح أحمد فوزي في عالم الملابس الجاهزة قاده لرئاسة الشعبة العامة للملابس الجاهزة في الغرف التجارية، وكمان عضوية مجلس إدارة غرفة الملابس الجاهزة والمفروشات باتحاد الصناعات، يعني بقى ليه قدرة على مساندة القطاع بأكمله. ركزوا معاه. البداية مع حضرتك كانت توب وتحدي، تمام، إن أنا أصنع قمصان وتحول هذا التوب إلى مصنع ضخم جدا بمساحة ضخمة جدا في كفر الدوار. خلينا نسمع الحكاية من أولها. أنا كنت بحب اللبس من وأنا طالب في الجامعة، أصحابي بقى اللي بيخطب بروح أنا ألبسه واختار له الحاجات بتاعته. عينك حلو يعني. يعني بحب أعرف أركب ألوان مع بعض، أعمل ماتشنج مع بعض في الألوان، إزاي أركب ست بالهيرموني بتاعه. هي مش دراسة قد ما هي موهبة. طبعاً. وموهبة من عند ربنا سبحانه وتعالى. فبدأت إن أنا قلت إن أنا عايز أعمل حتة زي المستورد. فبدأت أبحث في ورش وأشوف وأعمل لحد ما وصلت إلى حد ما لورشة معقولة مع بعض التعديلات والملاحظات اللي شفتها على القطعة، وعملت قطعة تانية مقبولة. فكان تكلفتها أيامها 89، كانت القطعة مكلفة 10 جنيه. بعد الورشة دي طلعت على ورشة أكبر، وبعديها على مصنع في منطقة سيدي بيش، فده كان مساحته حوالي بتاع 550 متر. دخلت بقى منظومة التأمين اللي هو الصندوق الاجتماعي، خدت قرض ب 50,000 جنيه، ودخلت هيئة الاستثمار، فأخدت إعفاء 10 سنين في ذاك الوقت، وكان القانون ساعتها يسمح بذلك. يعني بدأت تستريح وتبدع. بدأت طبعا تستريح وتبدع، وتبدأ بقى النهاردة تفرض فكرك على عميلك. كنت بتسافر تلف تشوف المعارض؟ أنا من 92 ما فيش معرض قماش في العالم ما رحتوش، وما فيش معرض مكن في العالم ما رحتوش، وما فيش معرض ملابس جاهزة في إيطاليا ما رحتوش. أنت متأثر جدا بالمدرسة الإيطالية. أنا من رأيي إن الموضة إيطالي والفن كله إيطالي طبعا، ده والأرت كله إيطالي، ده أمر مسلم به. صحيح. فأنا يعني كل حاجتي بجيبها ومستلزمات إنتاجي وقماش من بعض الشركات من إيطاليا، ومن بعض المكن من إيطاليا. بدأت إن أنا يعني أشتغل وأبدع، والحمد لله حققت ذاتي ووصلت للهدف إلى حد ما. ليه خبراء إيطاليين معاك هنا النهاردة؟ إحنا عندنا كل الباترونيست اللي في مصر واخدينها وراثة، خبرة فقط، فيش علم. لكن الراجل الطلياني ده دارس ماسلز، دارس طبيعة الشعوب، يعني جسم الإنسان وعضلاته، ونفس الموضوع حضرتك بتلعب إيه؟ ده تشريح. دارس تشريح. فكان عودتي دايماً إن أنا النهاردة عايز ألبس الفيت الصح، أو ألبس العميل بتاعي الفيت الصح اللي حاسس إن هو متفصل ليه.
فده ساعدني فيه الإيطاليين كتير جدا. يعني مصنع سانتانا النهاردة بيصنع لمين في مصر؟ أنا بصنع لكل البراندات اللي في مصر اللي هي بتحاكي الموضة، اللي ليها ثقل، اللي هي بتحاكي الموضة، الفاشن، هي اللي بيع فاشن مش بيع ملابس جاهزة. هل ده السر أن حضرتك مثلا لما بنزور مصنع ملابس جاهزة بليه مثلا بيعمل جنس، بيعمل قميص، بيعمل جاكيت، حضرتك بتعمل كل حاجة؟ هي هدك كبير، وفي بعض المدارس بتقولك مش صح، لكن أنا بنتج موضة، بخدم على العميل بتاعي. العميل بتاعي ده ممكن أعمل له حاجة كويسة بس مش ماشي معاه، مفيش بنطلون يمشي معاه، مفيش سويتر يمشي معاه، مفيش تيشيرت يمشي معاه، فبالتالي إن أنا بخدم على العميل بتاعي، هو العميل ده محتاج إيه وزبونه محتاج إيه وأنا أقدر أعمله له. بالمناسبة هقول لكم على شوية أسرار في شغلانة الملابس الجاهزة. القماش الخام بيمثل 65% من تكلفة القطعة، وال 35% الباقيين عبارة عن قص واكسسوارات وعمالة وطاقة، والبنطلون الجنس تكلفته الحقيقية ما تعديش 100 جنيه، والبلطو الشيك اللي قدام حضراتكم ده اللي أنا لابسه تكلفته ما تعديش 600 جنيه، وده كان مفاجأة كبيرة. وبجد تصميمات أحمد فوزي متميزة جداً، وعشان كده كان لازم ينجح. في 2011 بدأ سانتانا كفر الدوار، مصنع العملاق اللي احنا فيه النهاردة ده. تمام. هل استفدت فيه بمبادرة الدولة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟ طبعاً، حاجة كانت بالنادي بيها بقالنا كتير، وسيادة الرئيس هو اللي فعلها، اللي قادها باحترافية البنك الأهلي، وعرف يوصل للناس مستهدفة الحقيقية للصناعة وتعامل معاه. وأنا واحد من الناس بقول أنا يعني فخور بالتيم وورك اللي كان موجود في البنك الأهلي، لأن هو فعلا هو بيخدم عليه بمعنى الكلمة. إحنا عندنا روشتة توضع حاليا أو خريطة أو خطة للنهوض بالصناعة، منها أكيد الملابس الجاهزة اللي بتشارك النهاردة بحوالي 1.3 مليار دولار صادرات سنوية، ممكن تتضاعف مقابل الزيادة. من خبرتك 33 سنة دلنا على الطريق. الطريق الصح ان يتعمل مجلس اعلى للصناعة، تخول ليه جميع الوزارات اللي بيتعامل مع الصانع، لان احنا كصناع بنتعامل مع 9 وزارات، وعلينا 17 جهة رقابية، منهم 7 لهم حق الضبطية القضائية. 7 لهم حق الضبطية القضائية. احنا ولا ضد الرقابة، لكن احنا طالبين نقننها في 3-4 جهات، عشان ما يبقاش في سياسة الجزر المنعزلة بين كل جهة والأخرى. وتعدد الجهات يؤدي لتضارب القرارات. بالظبط. ده شيء طبيعي. فبالتالي إن إحنا عايزين مجلس أعلى ده يحل مشاكل الصانع. عايز توصل لمشاكل الصانع، يتعمل فريق بحث من جهات تختارها الدولة، يسأل الصناع نفسهم مشاكلهم إيه. طب مشاكلنا إيه في صناعة الملابس الجاهزة؟ مشاكلنا نمرة 1 العمالة. تمام. نمرة 2 قانون العمل. ماله؟ قانون العمل يضمن حق العامل ويحمي مكتسباته مفروض، واحنا معاه، بس احميني برضه انا كصاحب عمل. يعني انا كصاحب عمل، انا ماليش تامين صحي ومدخل 250 واحد تامين صحي، وانا صاحب منشاه ماليش تامين صحي. بلاش النظره القديمه بتاعت صاحب العمل ده ان هو راجل ديكتاتور وراجل يعني زي اللي كنا بنشوفه في الافلام بتاعت الباشا زمان والعبيد. لا، صاحب العمل النهارده بقى شغال زي وزي العامل، عليه واجب يعمله وعليه شغل يعمله، ليه حقوق وعليه واجبات. العامل النهارده ليه كل الحقوق لكن ما فيش اي التزام. طب ليه ما نربطش الاجر بالانتاج؟ ما فيش صاحب شغل في العالم كله هيبقى عنده واحد شغال كويس وملتزم وهيضايقه، بالعكس ده هيشيله فوق دماغه. لكن العامل اللي ملهوش رضا النهارده ما عجبوش الكلام قفل مكانته ومشى، الخط كله السرق من مصنع تاني، وهنيجي نقول له معدل الدوران اصل انت جاله عرض اكتر فانت ضد ان هو يجي له مرتب اكتر، طب ما انت ما تديله. لا، مش القضيه كده، القضيه موضوع عرض وطلب. اللي مطلوب في قطاع الملابس الجاهزه سي 2 مليون عامل، اللي موجود في السوق 800 ألف، فمعدل الدوران اللي هيدفع اكتر تبقى مزايده. تمام، لازم نعدل التعليم حسب احتياجات سوق العمل، سياسة التعليم لازم تتعدل حسب احتياجات سوق العمل. التعليم الفني احنا بنظلم المدرس في التعليم الفني، المدرس بياخد مكنة عهدة، لو اتكسر إبرة كروشيه اي حاجة هيدفعها هو، فبالتالي حاططها في باترينا ازاز بيعلم الطالب من بره، بيشاور دي اسمها إبرة. تمام، فبالتالي مفيش ممارسة، وشغلاتنا كل خبرتها بالممارسة. فعشان كده كنت بنادي بقول يا ريت نعمل
مدرسة داخل كل مصنع، لأن دي بيئة خصبة فيها تكنولوجيا عالية جدا وفيها ثقافة العمل إلى حد ما مطبقة في المصانع الكبيرة. فأنا هعلم الولد ثقافة العمل، هعلمه على الميكانة الحديثة، هعلمه على الهندسة الصناعية الصح، تمام، هطلع كوادر. جهود الدولة للنهوض بالغزل والنسيج وصناعة الأقطان وحلق الأقطان، كل ده بيصب في النهاية في مصلحة صناعة الملابس الجاهزة، ولا رأيك إيه؟ هو مجهود جميل جدا، بس لو ما طورتش العامل نفسه يبقى أنا هخسر كل الاستثمارات دي. العامل هو، أنا عايز أعرف حاجة، إحنا ليه لما بناخد القطن ونحلقه بنصدره شعر؟ ما عندناش المصانع القوية جدا اللي تقدر تحوله لخيوط، الخيوط تتحول لقماش، الدائرة نقفلها علينا هنا في الصناعة، إزاي بلد القطن وبنستورد القماش من بره؟ أنت عايز تعظم القيمة، الفتلة الرفيعة اللي هي بتميز بيها القطن المصري دي بتتباع للبراندات الكبيرة بس، لأن سعرها غالي. أصبح النهاردة مع الوضع الاقتصادي العالمي البراندات الكبيرة استهلاكها ما بقاش كبير، طب أنا أزرع إيه؟ أزرع القطن اللي عليه استهلاك كتير، قصير التيلة. الدعم التصديري مشجع؟ اه طبعا مشجع. بتقدر تحسبه في حساباتك ولا جه ما جاش ما جاش؟ لا طبعا هو محطوط لحساباتك، لانك انت المتغيرات اللي عندك انت ما تقدرش تقفلها 100%، يعني انت لما يجيب سعر حاجه انت عندك متغيرات فبيساعدك في التسعير. بالظبط. خلي بال حضراتكم، نجاح احمد فوزي خلى البنك الاهلي المصري يفكر في مسندته بقوه، وده اتحقق فعليا من خلال مبادره البنك المركزي المصري لدعم المشروعات الصغيره والمتوسطه. تعالوا نقابل السيد وليد عبد السلام مدير المنطقه الفرعيه اسكندريه 2 بالبنك الاهلي المصري، وهو مسؤول عن 16 فرع من افرع البنك الاهلي المصري في محافظه الأسكندرية. حضرتك أحد المسؤولين في إدارة الائتمان في البنك الأهلي المصري. عندنا نموذج هائل جدا، سانتانا مصنع الملابس الجاهزة تحول النهاردة إلى مصنع يصدر للعالم كله أحدث الموضات في الملابس الجاهزة. كان لينا دور، ساعدنا بقوة من خلال مبادرة البنك المركزي من خلال البنك الأهلي المصري. تمام. اتحركنا إزاي؟ تعالى نبتدي الموضوع من الآخر. يعني احنا بنتكلم النهارده على 250 عامل، بنتكلم على 4200 متر مصنع، بنتكلم على 180 مكنه، بنتكلم على نموذج من نماذج النجاح اللي قدرت تحقق استراتيجيه ورؤيه مصر 2030. شرفنا في البنك من 15 سنه، حب ان هو يكبر نشاطه، ابتدينا معاه من بدايه صغيره، ثم ابتدينا بعد كده نقدم له كل الخدمات وكل الدعم سواء المادي او الغير مادي في الخدمات البنكية المختلفة. قدرنا معاه من خلال استراتيجية البنك ان احنا ندعم الشمول المالي، قدرنا معاه في خلال الفترة دي ان احنا ندعم معاه في مبادرات البنك المركزي، ووصلنا فيه للوضع اللي احنا فيه دلوقتي واللي احنا بنصدر لعدد معين وكبير من الدول الخارجية، وبنقدر ندخل عملة أجنبية. فده دلوقتي بقى معايا فارس الرهان. احنا النهاردة شفنا مجموعة من المنتجات يمكن بنشوفها لما بنسافر، كلنا بنسافر وبنشوف المنتجات دي معروضة. شغل في دبي معروض في أرقى المحلات. فإحنا بنتكلم على منتجات عالمية بجودة عالمية، وهو ده اللي البنك بقول لحضرتك اكتشفه من 15 سنة. اكتشفنا مع الأستاذ أحمد فوزي إن إحنا لو كملنا مع بعض هنبقى شركاء نجاح وهنحقق النجاح اللي إحنا نتمناه. وعشان كده إحنا بنبتدي في تكاملات أمامية وخلفية لعملائه، سواء العملاء اللي بيأدوا الخدمة في الصناعات المغذية أو العملاء اللي بياخدوا المنتج النهائي منه.